هذه جامعة الكويت، صانعة الأجيال المستنيرة من شبابنا الناهض الواعي الذي تنمو إليه الأماني وتتعلق به الآمال، إذ يظل الشباب عماد الحاضر الموعود وأمل المستقبل المنشود. ومن خلال هذه الآمال والأماني تبقى عيون الشباب وافدتهم منذ مراحل التعليم المبكرة تتطلع باللهفة والشوق إلى اليوم الذي ينتهون فيه من المرحلة الثانوية ليلتحقوا بالجامعة ويكملوا تعليمهم العالي في مختلف التخصصات، حتى يسهموا بالعلم والعزم والإيمان في بناء الكويت الحديثة التي تأخذ بأسباب التقنية المتقدمة والأساليب العصرية لإعلاء صرح حضارة هذا الوطن وضمان مسيرة تقدمه ونهوضه بسواعد شبابه الأقوياء الذين يبقون أهم ثروة يمتلكها الوطن على مدى العصور والأجيال. وفي نطاق هذه النظرة الشاملة إلى حاضر الكويت ومستقبلها، تطلع الجامعة بدور إيجابي في خدمة المجتمع وتوفير أسباب التقدم والنهوض. ويبدأ هذا الدور البناء بفتح باب القبول للطلبة والطالبات مرتين في العام، وذلك للالتحاق بكليات الجامعة. تبدأ الفترة الأولى بعد ظهور نتائج الثانوية العامة في يونيو تمهيدا لدخول الفصل الدراسي الأول، أما الفترة الثانية ففي شهر نوفمبر لدخول الفصل الدراسي الثاني. وفي كل عام تحدد الجامعة عددا معينا من الطلبة لقبولهم فيها وفقا لإمكاناتها واحتياجات البلاد من الكوادر المهنية والفنية والإدارية السنوية، وفي إطار الخطة العامة للتنمية. تبدأ مرحلة التسجيل بحصول الطالب على طلب الالتحاق بالجامعة من مكتب المسجل العام، وبعد أن يملأ الطلب بالبيانات المطلوبة تتسلم إدارة التسجيل جميع الطلبات المستكملة للمعدل والشروط من حملة الشهادة الثانوية وما في مستواها، بالإضافة إلى خريجي بعض المعاهد كالمعهد الديني والمعهد التجاري ومعهدي التربية للمعلمين والمعلمات وداري المعلمين والمعلمات. والجامعة تخصص كل عام نسبة 85% من المقاعد المتوفرة للطلبة من المواطنين الكويتيين، كما تخصص 5% من تلك المقاعد لأبناء الجنوب والخليج العربي، و10% لأبناء الوافدين من غير هؤلاء. وتقدم جامعة الكويت كذلك منحا دراسية لطلاب الدول العربية والإسلامية والصديقة وبعض الهيئات، وذلك في إطار التبادل والتعاون الثقافي بين الكويت والدول الأخرى. أنا أبغى. respiratory distress syndrome due to lack of surfactant. yes. edema and therefore getting ventilation diffusion problem and hypoxia. yes. so all these either you have a mechanical problem of breathing really a mechanical problem of breathing. تضم جامعة الكويت عدة كليات من بينها كلية الطب التي بدأت الدراسة فيها عام 1976، أي بعد 10 سنوات على افتتاح الجامعة. وقد جاء افتتاح كلية الطب استكمالا للكليات الجامعية ومواكبة للجهود المبذولة في الارتقاء بالصحة العامة
وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وسد احتياجات الكويت من الأطباء والفنيين. ويتطلب من الراغب في الالتحاق بهذه الكلية أن يكون حاصلا على معدل 75% على الأقل بالنسبة للكويتيين، و80% كحد أدنى بالنسبة لأبناء الخليج والوافدين. وينبغي أن يحصل الطالب كذلك على نسبة مرتفعة في الرياضيات والمواد العلمية، وأن لا يكون قد سبق له الالتحاق بأي معهد أو جامعة أخرى. So the pia mater and the arachnoid mater. Now use your common sense a little bit more. Look at the eye that you have done, the histology of the eye. Can you see some layer around the eye also is very much vascular, very much like the pia taking the blood vessels inside? What layer is that? No book ever tells you that the choroid is from neural crest. وتستغرق الدراسة في كلية الطب حوالي 7 سنوات. يجتازها الطالب على 3 مراحل، هي المرحلة قبل الطبية، والمرحلة قبل الإكلينيكية، والمرحلة الإكلينيكية التي يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في الطب والجراحة. وتتبع في هذه الكلية أحدث طرق التعليم ووسائله، كما زودت بأحدث المختبرات والمجاهر والأدوات والنماذج التي تساعد الطالب على استيعاب العلوم الطبية. تضم كلية الطب كغيرها من الكليات مكتبة متخصصة تحتوي على آلاف الكتب والمراجع والدوريات، بالإضافة إلى الوسائل السمعية والبصرية المتطورة، بما في ذلك جهاز كمبيوتر خاص يمكن عن طريقه الحصول على أحدث المعلومات الطبية العالمية. في عام 1975 أنشئت بجامعة الكويت كلية الهندسة والبترول لإغناء الدولة بمهندسين كويتيين أكفاء يطلعون بمهام التنمية والبناء في مجال الصناعة والتجارة، إضافة إلى خدمة المجتمع من خلال البرامج التعليمية الهندسية والتطور التقني والبحث في شتى الحقول الهندسية. وتضم هذه الكلية 4 أقسام علمية، هي قسم الهندسة الكيميائية التي تهتم بصورة خاصة بالتقنيات المستعملة في العمليات الكيميائية والفيزيائية لتحويل المواد الطبيعية الخام إلى منتجات صناعية استهلاكية. قسم الهندسة المدنية التي تهيئ الطالب إلى التخصص في أحد فروع الهندسة المدنية مثل الإنشاءات وطرق البناء وهندسة التربة والأساسات وهندسة المواصلات وموارد المياه والهندسة الصحية وهندسة البيئة.
قسم الهندسة الكهربائية الذي يهتم بالطاقة والمعلومات من حيث التبديل والتحويل والنقل بالصورة الملائمة والمضمونة والأكثر كفاءة. ويمكن للطلبة اختيار أحد التخصصات التي يوفرها القسم مثل الدوائر الكهربائية والإلكترونية والحاسبات الإلكترونية والتحكم الآلي ونظم القوى الكهربائية وطرق تحويل الطاقة. أما القسم الرابع والأخير فهو قسم الهندسة الميكانيكية الذي يشمل مجالات مختلفة ومتعددة مثل علم وتكنولوجيا إنتاج وتحويل ونقل واستخدام الطاقة الحرارية والطاقة الميكانيكية وتصميم وإنتاج الآلات والمكائن ومنتجاتها. وينبغي على الطالب أن ينهي بنجاح 144 وحدة دراسية حتى يتمكن من الحصول على الإجازة الجامعية. أما كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية فقد أنشئت بعد عام واحد من افتتاح الجامعة لتلبية حاجة الكويت إلى مؤهلين من أبنائها في هذه المجالات في المؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص. وتضم هذه الكلية 6 أقسام، هي قسم المحاسبة والمراجعة وقسم إدارة الأعمال وقسم الاقتصاد وقسم التأمين والإحصاء وقسم العلوم السياسية وقسم الإدارة العامة. وتعنى الكلية بالإضافة إلى أعداد خريجين مؤهلين بتوجيه جانب من النشاط الأكاديمي إلى المشكلات الحقيقية والمعاصرة للمجتمع الكويتي. وتضم كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بالإضافة إلى ذلك وحدة للغة الإنجليزية ومكتبة كبيرة ومختبرا تجاريا وإحصائيا لتدريب الطلاب على استعمال الحاسب الإلكتروني وآلات الحاسبة والكاتبة وتهيئة التطبيق العملي للمحاضرات والحلقات العلمية المرتبطة بالوسائل التعليمية. Going to examine the slide which we prepared last week from Alien Siberutis' thesis with cortices or amylin sulfate. And when we examine these cells under the microscope, you will see if there is any abnormalities. وتهدف كلية العلوم إلى العناية بتدريس العلوم الأساسية وتهيئة منتسبيها للعمل في المؤسسات المختلفة. كما تعدهم للدراسات العليا والبحوث. وتتألف هذه الكلية من 7 أقسام علمية تمنح بكالوريوس علوم في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وعلم الحيوان والنبات والكيمياء الحيوية. كما يمنح قسم الرياضيات أيضا بكالوريوس علوم في علم الحاسب والإحصاء الرياضي. تمنح باقي الأقسام عدا الكيمياء درجة البكالوريوس في اختصاص القسم مع التربية. ويقتضي الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أن يجتاز الطالب بنجاح 126 وحدة دراسية. وتضم الكلية العديد من المختبرات العلمية والورش المزودة بأحدث الأجهزة العلمية والتقنية
المستخدمة في عمليات التدريس والبحث. جهاز طيف الكتلة الموجود أمامنا هو جهاز بالإنجليزي يسمى ماس سبكترومتر. وظيفته هو تحليل المركبات العضوية والغير العضوية بشكل دقيق وحساس جدا. كما تضم وحدة للميكروسكوب الإلكتروني ومكتبة غنية بالكتب والدوريات والمجلات ووسائل الإيضاح المختلفة. وتصدر الكلية منذ عام 1974 مجلة العلوم، وهي مجلة متخصصة تعنى بالبحوث في مختلف فروع العلوم الصرفة والتطبيقية. وتقوم كلية التربية منذ إنشائها عام 1981 بدور ملموس في إعداد الكوادر التربوية التي يقع على عاتقها بناء الإنسان الكويتي وإعداده لمواجهة تحديات العصر. كمفهوم ظهر في السنوات الأخيرة، ولكن لا جذور قديمة، سواء كانت بدراسات ديوي أو بدراسات بول موث. جاء أحد المربين منهم المربي الكبير سيدني ماريلاند، عرف التربية الحياتية. وتشتمل هذه الكلية على 4 أقسام علمية، هي قسم الإدارة التربوية وقسم أصول التربية وقسم علم النفس التربوي وقسم المناهج وطرق التدريس. ويشترط في قبول الطالب في هذه الكلية أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد استيفائه لشروط القبول الأخرى، للصغير والكبير، للذكر والأنثى، للغادر والعاجز، بأنها ما تشمل فقط عينة بشرية إنما هي تشمل. وتمنح الكلية بالإضافة إلى ذلك دبلوما عاما في التربية لمدرسي وزارة التربية الحاصلين على درجات جامعية دون مؤهل تربوي، ويسارق الحصول على هذا الدبلوم 3 فصول دراسية للدارسين في الفترة الصباحية و4 فصول للدارسين في الفترة المسائية. الحاليين أو المدرسات الحاليات هم اللي يقومون بتطبيق التربية الحياتية. وكان لابد لاستكمال المسيرة العلمية لجامعة الكويت من إنشاء كلية للشريعة والدراسات الإسلامية فيها بهدف تخريج المتخصصين بعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، تلبية لحاجة المجتمع العربي الإسلامي وحاجة الكويت لهؤلاء المتخصصين. كان من ناحيتين، الناحية الأولى تطبيق السنة النبوية. كما تهدف الكلية أيضا إلى فتح المجال للطالبات للدراسة المتخصصة في الشريعة الإسلامية، مما يظهر أثره على تربية الأجيال القادمة تربية إسلامية صحيحة. التدوين المعروف في عصر التابعين، وعندما دون. وتضم الكلية مختبرا لمتابعة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، بالإضافة إلى مختبر للغتين الإنجليزية والفرنسية ومكتبا للتوجيه والإرشاد. وهناك فرص عمل متعددة لخريجي هذه الكلية في داخل البلاد وخارجها، أن يتأكدوا تأكدا تاما من أن هذا الحديث ليس مكذوبا أو ليس موضوعا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت كلية العلوم الطبية المساعدة والتمريض تتبع في الأصل كلية الطب، ثم أصبحت منذ عام 1982 كلية مستقلة بذاتها تهدف إلى إعداد المهنيين الصحيين
الذين يساهمون في تحسين نوعية ومستويات الخدمات الصحية وتدريب هؤلاء المهنيين على استخدام الأجهزة الطبية الحديثة في المستشفيات. وتسارق الدراسة في هذه الكلية مدة 4 سنوات، يجتاز الطالب خلالها 121 وحدة دراسية في أحد التخصصات التي تضمها الكلية، وهي إدارة السجلات الطبية التي تهتم بحفظ ملفات المرضى وتخزين المعلومات الطبية الخاصة بهم وإعداد الإحصاءات اللازمة. أما قسم التكنولوجيا الطبية فيعنى بدراسة علم الدم والكيمياء الطبية وعلم الأحياء الميكروسكوبي وعلم بناء الأنسجة. هناك قسم خاص للعلاج الطبيعي المكمل للعلاج الطبي، حيث تستخدم الوسائل الطبيعية في علاج بعض الحالات المرضية. ويهتم قسم تكنولوجيا الأشعة باستخدام مختلف أنواع أجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية والنظائر المشعة والطب النووي والأجهزة الفنية التي تتبعها. كما تضم الكلية قسم التمريض الذي يعمل على أعداد المؤهلين والمدربين للقيام بمهنة التمريض. وتمنح كلية العلوم الطبية المساعدة والتمريض، تمنح منتسبيها في مستوى السنتين الثالثة والرابعة مكافأة دراسية مقدارها 160 دينارا في كل فصل دراسي. وهناك فرص عمل متنوعة أمام خريجي هذه الكلية، سواء في المستشفيات أو المستوصفات أو المختبرات والعيادات الطبية وغيرها من المؤسسات الصحية. في محاضرتنا السابقة بدأنا الحديث عن المحاكم المختصة في الرقابة على دستورية القوانين، وتحدثنا عن أن هناك عدة أنظمة لتنظيم اختصاص المحاكم. قلنا أن هناك بعض الدول التي تعطي إلى جميع تهدف كلية الحقوق إلى إعداد جيل من الخبراء في النظم والقواعد الحقوقية والشرعية بما يلبي حاجة الكويت والعالم العربي ويواكب خطط التنمية الاجتماعية الشاملة فيهما. وتتألف هذه الكلية التي أنشئت عام 1967 من 4 أقسام، هي قسم القانون الخاص وقسم القانون العام وقسم القانون الجزائي وقسم القانون الدولي، في حين تقرر محكمة أخرى على عكس ذلك. وتمنح الكلية درجة الإجازة الجامعية في الحقوق لمن يجتاز بنجاح 120 وحدة دراسية، وتؤهل المتخرج للعمل في سلك القضاء أو المحاماة أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى والتشريع أو إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية أو محامين ومستشارين قانونيين لدى المؤسسات والشركات. وتصدر كلية الحقوق مجلة قانونية متخصصة تنشر فيها البحوث والدراسات القانونية عن طريق إشراك عناصر سياسية في تشكيل المحكمة. في هذا اليوم إن شاء الله نبدأ الحديث في موضوع آخر، هذا الموضوع هو الطرق الرقابة على دستورية القوانين. ما هي هذه الطرق؟ وتعتبر كلية الآداب أقدم وأكبر كليات جامعة الكويت، فقد أنشئت مع تأسيس الجامعة عام 1966. نؤدي إلى المعنى المراد الذي يحدث التأثير
ونصور هذا المعنى تصويرا جيدا. وتضم هذه الكلية سبعة أقسام، هي قسم اللغة العربية وآدابها، وقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، وقسم التاريخ، وقسم الجغرافيا، وقسم علم النفس، وقسم الفلسفة، وقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. عن طريق بناء العبارة بناء فنيا بحيث تؤدي المعنى المطلوب. وتهدف كلية الآداب إلى إعداد أجيال متخصصة في مجال العلوم الإنسانية للعمل على تطوير المجتمع وحل مشكلاته والسير به قدما في طريق التنمية. كما تقدم جميع الأقسام العلمية في الكلية مقررات مهمة لتعميق المعرفة بمجتمعات الخليج والوطن العربي بوجه خاص والمجتمع الدولي بوجه عام. أو لم نرد نستخدم الأدب أردنا أم لم نرد، ونستخدم أيضا اللغة بتعبيراتها الفنية أردنا أم لم نرد. فإذا كنت تريد الأدب اللي هو مجرد المتعة في الشعر والناس هذا شيء، ولك أن تقرأ ما شئت فيهما. ويقدم مركز تدريس اللغات خدماته بتدريس اللغات لمختلف كليات الجامعة، ويتولى المركز تدريس اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة العربية واللغة الروسية بهدف تنمية مهارة الطالب اللغوية، مما يمكنه من الاطلاع على المراجع الأجنبية والإفادة منها في دراسته وبحوثه، وتيسر له مهمة البحث والاطلاع ومواصلة دراساته العليا ومواكبة التطور العالمي في مجال تخصصه. وتوفر جامعة الكويت لمنتسبيها العديد من الخدمات والمرافق الجامعية التي تساعد الطلبة والطالبات على الاستفادة من هذه الخدمات على أكمل وجه. فهناك الخدمات المكتبية والإعلامية والتوثيقية، إضافة إلى مكتبة الطالب التي توفر الكتاب الجامعي بأسعار مخفضة. وقد تم إنشاء 11 مكتبة في مختلف الكليات، إضافة إلى مكتبة المخطوطات ومطبوعات الأمم المتحدة ومركز معلومات الكويت والخليج. ويبلغ عدد المصنفات في مكتبات الجامعة حوالي 385,000 كتاب. جامعة الكويت لطلابها وطالباتها سكنا حديثا تتوفر فيه جميع مستلزمات الحياة المريحة. ففي كيفان يوجد سكن الطالبات، في حين يقع سكن الطلبة في الشويه. وتوفر الجامعة لهؤلاء وأولئك وسائل الانتقال بين السكن والجامعة، وتخصص في السكن كذلك قاعات للترفيه والمطالعة والألعاب الرياضية. ويقوم بالإشراف على السكن مشرفون ومشرفات متخصصون في هذا العمل، ويشارك الطلبة والطالبات في مسؤولية الإشراف على السكن والمحافظة عليه. وتتولى اللجنة الثقافية في السكن إصدار مجلة خاصة
وتعليم الطباعة ووضع برنامج لمحو الأمية بالنسبة للعاملات في السكن. دلوقتي أنا أخذ درس ألحان من بلدي. وعايزة دلوقتي طبعا أنتوا عارفين تقروا لأن قريته من قبل كده ليكم. فعايزة واحدة منكم تقرأ. تقدر تبدأ لنا مفرد؟ يعقوب أديب محبوب وكاتب أشعاره. وخصصت إدارة التغذية في الجامعة في كل كلية مطعما يقدم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وجبتي الفطور والغداء والمرطبات بأسعار زهيدة تيسيرا لهم لمواصلة الدراسة. وتشرف هذه الإدارة على سير العمل في المطاعم ومتابعة النواحي الصحية للعاملين فيها إضافة إلى المراقبة المستمرة للنظافة. تولي جامعة الكويت اهتماما كبيرا للنشاط الطلابي بهدف بناء الشخصية الطلابية الواعية المستنيرة والقادرة على التفاعل مع معطيات الحياة العملية. ومن هنا جاء تشجيعها لممارسة الهوايات والنشاطات المتنوعة في الميادين الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية. وتسعى الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة والاتحاد الوطني لطلبة الكويت والجمعيات العلمية إلى تحقيق التكامل بين البرنامج الأكاديمي للطالب وبين تجاربه الشخصية بالشكل الذي يؤثر إيجابيا في حياته وسلوكه، وحتى يتخرج الطالب من الجامعة وقد هيئ للحياة العملية والمشاركة الإيجابية الفعالة في مؤسساتها ومرافقها وأنشطتها المتعددة والمتنوعة. Yeah.
كما تشجع جامعة الكويت المنتسبين إليها على إقامة المعارض الفنية التي تبرز نشاطات الطلبة وتجسد هواياتهم في مختلف مظاهر الفن وأشكاله التعبيرية. وتعكس معارض الطلبة الفنية في العادة بيئتهم ونظرتهم نحو الحاضر والمستقبل. وهكذا تواصل جامعة الكويت من خلال كلياتها المختلفة القيام بواجبها الوطني الرائد في بناء الإنسان الكويتي فوق هذه الأرض الطيبة. وسيظل هذا الهدف قدر الأجيال وعهدهم يتمثلونه ويسيرون على هديه وخطاه، وهم يواصلون مسيرتهم الخيرة في التقدم والعمل والبناء، بناء كويت الغد والمستقبل الذي تحقق فيه الأجيال المستنيرة كل الآمال والأماني لهذا الوطن العزيز.